يتجه سعيد لمحل بيع الخردوات والعقاقير لاقتناء أنبوب غاز بلاستيكي جديد. النوعية والثمن هو ما يبحث عنهما، يشتري ويغادر. لكن هل سعيد على علم بأن للأنبوب مدة صلاحية معينة؟ جامي جوستومون كي قال لي عليه سختو قال لي على بالك باللي راهم يديروا فيه لاضات، قلت له والله ما على بالي، قلت له احنا حتى نشوفوا شغل يبس بدا يتقطع نبدلوه، اما باه نعرف لاضات باللي عنده انضات جامي ما على باليش بهذا. كثير هم من يتجاهلون قراءة هذه الكتابة الصغيرة الموجودة على مستوى الأنبوب، فانتهاء مدة الصلاحية يتسبب في تشققات داخلية مما يساهم في تسربات غازية في معظم الأحيان. الناس تهمهم لاكاليتي، هما ما يحوسوش على هذا التيو فيه لاضات، كما نقولوا احنا تلفيها ثلاث سنين عامين ثلاث سنين، الناس تجي تقول لك اعطيني لاكاليتي، لاكاليتي مليحه، هما ما يحوسوش على حوسوا على لاكاليتي مليحه، هما وقتاش يعاودوه هما حتى يتقطع باش يعاودوه، ما يشوفوش ما يشوفوش اسمه لاني تاعو وقتاش تخلص. ننصح انه لما في عمليه التركيب تاع هذه الانابيب انه حاجه الاولى يشوف علامه مده الصلاحيه تاعو، هذه اول حاجه. حاجه ثانيه يستعمل ليكولي سيراج، هادو ليكولي سيراج. وحاجه ثانيه انه يعني يتقيد بمده الصلاحيه ديالها، هذه يتقيد بمده الصلاحيه. كتابة صغيرة لا يولي أغلب المواطنين أهمية لها، فغابت ثقافة انتهاء صلاحية الأنبوب البلاستيكي لدى الجزائريين، وحلت محلها تسربات الغاز التي أودت بحياة الكثيرين منهم.